الاوضاع تعب كثير تعبانه، يعني في اسعار دواء عم تجي 5 اضعاف. طيب المواطن الفقير منين دي منين دي اسمه؟ ما في لا رقابه ولا تفتيش ولا في شيء، كل يوم مواد عم تزيد، كل يوم مواد عم تزيد. طيب مواطن منين تجيب؟ نحن تعبانين، المريض تعبان، المستودع تعبان، المعمل تعبان. أنا كنت أشتري دواء بحدود 20-25 ألف بالشهر، إسا فوق 100 ألف ومش عم يقدينا. فتحوا لنا السوق الحرة وكل شيء بتلاقي فيه، بس أما شيء نظامي كذا لا. أربع 5 آلاف دواء حقن 40 ألف ليرة، من أين بدو يجيبين هذا؟ يعني 1000 ليرة حقه صار 5000 ليرة، والخمسة صار حقه 10 آلاف ليرة. كل صيدلية تبيع شكل، ابدا ما في، ما هم ملتزمين بقائمة الاسعار خالص. صار لك اللي سير على البلد بشكل عام هو اللي ذبح البلد، يعني بصراحة هو اللي مقلل الأدوية، مقلل كل شيء.